نركز عليه. ما هو مصير المرأة التي تستغل من الرجل خلال الزواج المؤقت؟ إلى من تلجأ؟ بدنا ننشر ثقافة أن لا تستغل المرأة، لأنه إذا كانت مستغلة في إمكانية أن تستغل، بمعنى أنها غير راشدة، فالزواج فيه مشكلة. أما إذا كانت راشدة فالرشد لازم يعبر عن نفسه بشكل طبيعي، مش إنه والله واحد بيروح بيشتري علكة مثلا بـ1000 دولار مثلا، هذا إنسان سفيه من ناحية المعاملات التجارية. فالإنسان أيضا بيجي واحد والله هي في معرض زواج مثلا، الفتاة في معرض زواج دائم، ممكن يجيها، ونعرف بأنه في مجتمعاتنا الشاب هو الذي يخطب الفتاة وليس العكس. طيب إنه والله هي في معرض، إنه في إمكانية أن يأتي اليوم العريس، بكرة العريس، كذا، فبتروح بتعمل عقد زواج مؤقت إلى 3 سنوات مثلا، تعا حل بعدين مع هذا الذي يرفض أن يهبها المدة. لماذا يوقع الإنسان نفسه بذلك؟ حتى بعض الروايات ذكرت مثلا 3 أيام مثلا إنه عقد الزواج إلى هذا المستوى. لماذا؟ لأنه ناظر إلى سد هذه الحاجة لا أكثر من ذلك ولا أقل. فالمسألة لابد أن يكون هناك انضباط، ونحن بنقول بالمبدأ ينبغي أن يكون الانضباط أوسع من دائرة ما هو الحلال وما هو الحرام. الانضباط في أصل نظرتنا إلى كيفية استقرار حياتنا، ولذلك الإنسان يستستقر حياته في الزواج الدائم. حتى نحن ما عندنا كثير روايات تتحدث عن هذا المستوى المتفشي من الظاهرة، حتى في زمن أهل البيت عليهم السلام كانوا يركزون على ذلك في مقابل تحريمه من الفقه الآخر، بمعنى أنه في سد باب أريد تركيز الأئمة عليهم السلام عليه لفتح هذا الباب، أما أنه بمعنى أنه يصير هو الأساس، هو الشائع، وهو الذي يجعل المجتمع يتحرك في حالة تفلت من أي قوانين، من أي قواعد غرائزية، خصوصا مع حالة السرية، هذا الأمر ما كان موجود. بالعكس، كان هناك استقرار في الزيجات، وكانت أغلب الزيجات زيجات دائمة في هذا المجال في غياب